أعوذ من الشيطان. فجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا وتأكلون
المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر إذا دكت الأرض دكا دكا وجيء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ
إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ارجعي
ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. خلق الإنسان من علق. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
كلا بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما النجم الثاقب إن كل نفس لما بسم الله الرحمن الرحيم. السماء والطارق وما ما
فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما يخرج من بين الصلب والترائب إنه على يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله صدق الله.